بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. متتبعين نور المعلوميات، سعيد أن أكون معكم في هذه الأمسية، حيث سوف نتحدث عن كيفية سحب الأموال من بطاقة بايونر على صراف آلي بالجزائر. الكثير يأتونني بأسئلة كيف نقوم بسحب الأموال، أو من أين نقوم بسحب الأموال في الجزائر بواسطة البطاقة بايونر. الكثير لا يعلم أنه يوجد بالجزائر البنك الخليج الجزائري يدعم البطاقة المصرفية ماستر كارد، يعني أي بطاقة ماستر كارد أو بطاقة فيزا كارد تستطيع أن تستعملها في ذلك الصراف. وفي هذه الحلقة خصصناها إلى شركة بايونر، حيث كيف تقوم بسحب الأموال من شركة بايونر. أترككم الآن مع الفيديو، ثم نرجع عن طريقة سحب الأموال من شركة بايونر. هكذا الآن كما تلاحظون، نحن أمام صراف آلي دعم ماستر كارد، ومعي هنا بطاقة بايونر الخاصة ب يعني شركة بايونر. تقوم بإدخال البطاقة هكذا هنا، وبعد تختار اللغة التي تستعملها، مثلا نختار اللغة العربية، تدخل الرمز السري، بعدها تضغط على فاليداسيون، ثم تختار نوع السحب. سوف نختار سحب عادي هنا، بعدها الحساب الجاري. من فضلك ادخل المبلغ. سوف ندخل المبلغ، مثلا نجرب 7000 دينار، ثم نضغط استمرار هنا، ثم تضغط على كونفيرمي. رجاء انتظار عمليات في طور التنفيذ، حيث يقوم بإعطائك المبلغ الذي قمت بإدخاله. هكذا تقوم العملية عادي جدا، ثم تاخذ خدمة أخرى، تختار لا، بعدها تخرج لك البطاقة مع التذكرة التي استخرجت بها النقود. عادي جدا أخي العزيز، مع السلامة. وهكذا انتهينا إلى يعني الحلقة اليوم. تمنى منكم نشر رابطها حتى يرى الجميع عن كيفية سحب الأموال، وتنهي يعني مشكلة كيف تسحب الأموال من شركة يعني بايونر عن طريق صراف آلي بالجزائر. وتمنى منكم أيضا نشر رابط الفيديو، حيث يتم الكثير من الناس بالتسجيل على يعني الرابط الذي سوف يجده أسفل الفيديو، عن كيفية الحصول على بطاقة مصرفية خاصة ببايونر، أيضا وفتح حساب بنكي بالولايات المتحدة الأمريكية. أنا أيضا نستعملها كثيرا، والحمد الحمد لله، يعني حيث تقوم بسحب الأموال، تقوم بأخذ 6 دولارات فقط، يعني كل عام تقوم ب يعني قرض من الشركة أيضا 29 دولار على ما أظن، أو خصم 29 دولار، ليس قرض عفوا، خصم 29 دولار كحقوق على بطاقة ماستر كارد. أتمنى لكم فرجة ممتعة، ونلتقي مع دروس جديدة إن شاء الله. مع السلامة.